تربينا ونشأنا وكبرنا على طباع وصفات وأخلاق اكتسبناها من مجتمعنا، من محيطنا وبيئتنا وعاداتنا وأخلاقنا. كل هذا الخليط كون شخصيتنا وأصبحت جزء لا يتجزأ منا. هذه الأخلاق والطباع التي تربينا عليها هل نستطيع أن نغيرها؟ هل الإنسان الطيب الخدوم الذي يساعد الناس ويعمل المعروف ويضحي من أجل الآخرين ويعطي بسخاء، هل من الممكن أن يتغير؟ ربما يتغير وربما لا. فهذه الصفات والطباع أصبحت من جذوره، فقد يتعرض لصدمات وخداع وعدم تقدير لمجهوداته ومعروفه، فيقرر أن يغير من شخصيته ومن طباعه، ولكن هذا صعب، صعب جدا أن يتغير. قد يتظاهر بالقسوة وعدم العطاء ولكن لفترة. فالأصل أصل، فالمعدن الطيب يبقى معدن طيب. أما الإنسان البخيل، هل من الممكن أن يتغير الإنسان البخيل وأن يصبح إنسان كريم كثير العطاء؟ هذا من المستحيلات، فهذا يحتاج إلى إرادة قوية وتدريب وتطوير النفس والاستعانة بمختصين لمساعدته من تغيير هذه الصفة وهذا الطباع. أما الإنسان العصبي فهل من الممكن الإنسان العصبي القلق المتوتر أن يصبح إنسان هادئ رزين حكيم يستعمل عقله بهدوء وتريث؟ من الممكن إذا قرر أن يغير من هذا الطباع ومن هذه الصفة التي تضر بصحته. فهو يحتاج إلى إرادة قوية، إرادة قوية جدا جدا. الإنسان المنافق الذي ينافق الناس ويجاملهم لمصلحة ما، فهو لا يحبهم ولكن يجامل وينافق. هل من الممكن الإنسان المنافق أن يغير من هذه الصفة القبيحة وأن يصلح من ذاته؟ نعم، فذلك يحتاج منا إرادة داخلية تنبعث من أنفسنا ومن تغيير أنفسنا بأيدينا. أما الإنسان الكريم السخي فهو لا يستطيع أن يصبح من يوم وليلة إنسان بخيل، هو كريم بطبعه، وإذا قرر التغيير فهو يتظاهر، وقد يتغير لفترة أو لمدة، ولكن الأصل أصل، فالطبع يغلب التطبع. الإنسان اللامبالي الذي لا يهتم بالناس ولا يهم إلا نفسه، فهو لن يمكن أن يغير من هذه اللامبالاة ومن هذه الصفة.
فهو يحتاج إلى تركيز وإلى تدريب وتطوير ذاته. هذه الصفات التي نتحلى بها فهي صفاتنا، فهي نحن، فهي شخصيتنا. فهل من الممكن أن نمحي شخصيتنا، أن نمحي جذورنا، أن نمحي ما تربينا عليه بسهولة؟ ليس من الممكن. صحيح، كل شيء يمكن تغييره، ولكن علينا أولا أن نسعى إلى تغيير ما هو سيء فينا، وتغيير الصفات التي تضرنا وتضر الغير. هذا التغيير في صالحنا يجب أن نعترف بأننا مخطئون، وبأننا يجب أن نتغير إلى الأحسن والأفضل، وأن تكون عندنا إرادة داخلية لهذا التغيير وحب هذا التغيير. فالتغيير يبدأ منا نحن. قد نستطيع أن نصبح من إنسان شرير إلى إنسان خير، من عصبي إلى هادئ، من بخيل إلى كريم، من اللامبالاة وبأن نهتم بالأمور وبالناس. فكل شيء ممكن أن يتغير، فهذا التغيير في صالحنا، وفي نفس الوقت في صالح الغير. فنحن نعيش وسط الناس وبين الناس والناس من حولنا، فنحن من الناس والناس منا، فعلينا أن نتعلم الصفات الحسنة والمعاملة الحسنة والتصرف الحسن، فهذا من مصلحتنا ومن مصلحة الغير. إذا لم نستطع نحن أن نغير من أنفسنا، فلنلجأ إلى مختصين يساعدوننا على تطوير الذات، على التغيير من ذاتنا، من شخصيتنا، وتطوير كل شيء من حولنا. فهذا من مصلحتنا فعلا. الطبع طبع، والتطبع قد يزول، والأصل أصل، فمن شب على شيء شاب عليه.